السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أما بعد، معكم مونيا الريفي، الأخت ديال محمد الريفي. أولا كنتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان سندا للحق، ومني تنقول الحق كنقصد لي زانترفيو اللي خرجت به الأم ديالي، تصريحات اللي خرجت بهم الأم ديالي في الأول وفي الثاني. في الأول خرجت مع الأخ ديالنا اللي هو الأخ توأم أحمد، والانترفيو الثاني، ولو أنه كان أمور اضطرارية، أن الأم ديالي ما كانت تخرج حتى شي فيديو أصلا، ولكن كان اضطرار. كاين الناس اللي كيتسائلوا اش خويا لاح لي فيديو، وكاين الناس اللي كيتسائلوا، كنقول خويا كنقصد انا محمد الريفي، لاح الفيديوهات ومهم في الاول ولا عتقوني داكشي. الناس كيتسائلوا فين الام ديالو، فين الام ديالو، وما يمكنش فين العائله. كاين اضطرار، وكاين اضطرار اخر انه دار لايف الاول وحنا شفنا شنو كاين، ودار واحد لانترفيو اخر. يعني ما كاينش خروج هكاك رشق، لا رشق الوالده ولا رشق خويا ولا رشق لينا حنا كاع مثلا العائله ديالو نخرجوا هكاك. لا، كاين اضطرار، وكاين ضروري، وصلنا لواحد الضروره خصها تكون. علاش؟ ملي غنولي انسان يشوف الظلم ويسكت، هذه راه ماشي معقوله نهائيا. انسان الا كان الظلم خاصك ضروري توضح الامور شنو كاين. وهذا هو اللي وقع لينا، هذا الشيء اللي وقع لنا بالنسبه للوالده ولا الاخ، ولا حتى انا دابا اللي حطيت هذا الاوديو، ولا تقريبا حنا كاع العائله ديالو في هذا الاتجاه. انا فاش كنقول الظلم، ماشي كلشي اللي مقيول صحيح، ماشي للاسف انا خويا ماشي كاع اللي قلتيه راه هو صحيح للاسف. المهم ما عليناش. انا عندي واحد النقطه، شي وحدين انا كنشوفوا شنو واقع في الفيديوهات، وكنشوفوا المهم لي كومونتير والفيديوهات داكشي، كنسمعوا شنو كاين. شي وحدين تيقول لك الام ديال محمد الريفي مختفيه. لا، هاد كلمه مختفيه كلمه زايده على قياسها بزاف. اش وصل الاختفاء؟ زعما راه ما كاين شي حاجه توصل الاختفاء. الام ديالو كاينه في فتره راحه. انا نطرح سؤال عافاكم، خوتنا المغاربه، سواء اني داخل المغرب سواء اني خارج المغرب، وراكم كنعتبركم خوتنا وحبابنا، عوائل ديالنا، وفيكم امهاتنا وفيكم ابائنا. رحنا لحم واحد وجسم واحد، احنا المغاربه راه حنا المحبه ديالنا كيعلم بها الله سبحانه وتعالى. نطرح عليكم سؤال وبغيتكم تجاوبوني بكل صدق، وانا كنلتمس فيكم الصدق وبغيتكم تجاوبوني بكل صدق وبكل صراحه. واش هاد الوقيته الانسان مابقاش عنده حق لا يسافر، لا يخرج عند العائله، لا يرتاح؟ انا السؤال هو عندكم، انا غادي نقول ايه، اكيد من حقه يرتاح، من حق اي واحد يرتاح، من حق اي واحد يسافر، من حق اي واحد يبدل الجو. وانا فاش كنقول الام ديالي محتاجه، انا واحد الكلمه انا كنسطر عليها من تحت، هي كلمه محتاجه للراحه بشكل كبير. ماشي كلامي هاد كلمه محتاجه للراحه بشكل كبير، ماشي كلامي، هذا كلام الاطباء، هذا كلام الاطباء، وماشي عاد اليوم غتشوف يا الطبيب ولا هاد السنه ولا هاد الشيء. راه شحال وشحال وعاد هاد العام شحال من خطره، هاد السنه هادي نيت بين ديك العام وهاد العام، شحال من خطره وشحال من خطره مشات للطبيب ومشات اطباء كلهم. راه كاين فيهم اللي غيكونوا ربما تيستمعوا ليا، اطباء كلهم تيتبراو منها انه اي حاجه فيها المشاكل كثيره خاصها تبعد منا. حنا ما تنقولوش اي حاجه فيها مشكل خاصها تبعد منا، لا، لان الانسان من طبيعته ومن الضروري ومن طبيعته الاجتماعيه ومن الضروري انه خصو يتعايش مع المشكل، وخصو ما الحمد لله هذا قضاء وقدر، نؤمن بالقضاء والقدر، كنقبلوا القضاء والقدر قبل من التعايش مع المشكل، كنقبلوا القضاء والقدر، تنقولوا الحمد لله رب العالمين هادشي مكتاب وتنتعايشوا معاه. ولكن راه الانسان فوق طاقته لا يلام، راه الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا واللي خلق هذا الكون تيقول لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. علاش حنا نكلفوا الانسان فوق طاقته؟ الانسان صافي بحال واحد القرعه الا عمرات الا فات القانون غتفيض، راه هي هاد الام. انا نقول لكم بكل صراحه،
وبكل صدق، وانا كنعرف واحد العديد منكم راكم كتسمعوني قبل ما كتصنتوا لينا بالاذان، كتصنتوا لنا بقلوبكم وكتفهمونا، وماشي غير كتفهمونا وكتفهمونا، الله يجازيكم بخير. هاد الام ديالنا راها يعني هادشي بعدا غير هادشي الاخر، انا تنقول غير هادشي الاخر ديال اسمه محمد، راه مشاكل كثيره بالنسبه ليها، راه مشاكل كثيره، كل مره تجي هضره من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وشي عيرها شي يسبها شي يهينها بسببه هو. لا هاد الساعه يعني هي كتقول لك انا محتاجه الراحه، ما نقدرش هاد الساعه، ما عنديش استعداد باش نتواصل مع شي حد، ما عنديش استعداد، وحنا عارفين هاد الشيء. ملي كتقولي لنا الام ديالي ما عندها استعداد، يعني لا ضغطنا عليها ولا ورقنا غنخرجوا على الصحه ديالها، وحنا ما نستعدش نفقدوا الام. الله رحم الله الاب، الله يرحم با فاطمه النار ويرحم جميع اموات المسلمين، ما كاينش لنا نزيدوا حتى الام، حيت حنا عارفين الحاله ديال الام، الصحه ديالها هشه، انا تنقول الصحه ديالها النفسيه ولا الجسمانيه على قد الحال، راه ما راه حنا راه ماشي دوزنا زعما، راه حنا عارفين اش كنقولوا، الصحه ديالها هو عارف هادشي. خويا محمد الريفي هادشي كتعرفوا خويا، وكتعرف امك الادويه اللي كتاخذ، وكاين شي ادويه ممنوع خصها تحيدهم، ورغم ذلك راها انسانه صابره، انا كلمه الحق نقولها في امي، انسانه صابره وصبوره وضحات، الا قال ضحات على قبلنا وكبراتنا باش ردتنا عيالات وردتنا رجاله، راه ماشي زعما لقينا درنا لقينا الفيرمات قدامنا ودرنا لقينا الخدامات، لا راه كانت الام ديالنا هي ضربة عنا التمر، هي كتخدم علينا، هي كبراتنا، نيمه الاب لهنا راه ما كاينش، راه الام ديالنا ضربت التمر كبيره ضحات باش ردت الرجال وردت العيالات، وكتقول لك هادشي كله هي على لسانها في سبيل الله، انتم ولادي، ولكن باش ينوض الابن وعوض الام، انا بغيت نعاود نكرر الهضره اللي تقالت في الانترفيو بشي حوايج اللي ما هماش، ونزيدو نخرجو وتزيد تخرج اخويا في الانترفيو، تزيد تخرج الشارع وتغوت امي راه ماشي، اسمح لي انا كتبان لي امر ماشي معقول، انا بعدا كيبان لي والله اعلم امر ماشي معقول. هاد الام ديالك انا نطرح لك سؤال، وانت راك عارف هاد الشيء، مني خويا كنتي كتسافر من عام فوق عام، ماشي تاع عام، كنتي كتسافر فوق عام، هذاك شغالك سير سافر وقضي شغلاتك، هذاك شغلك مالك، هذيك الساعه كنتي كتكون بكل اريحيه، ما عندكش مشكل، واخا تشوف امك من عام ولا فوق عام، علاش انا كنطرح سؤال، وعلاش دابا لي هاد الام ديالك انت ربما الناس كاينه في النقطه ما عارفينهاش، يلا شتيها هادي شهر قد قد بالتمام والكمال اشهر، وهاد الشهر هذا انت منوط فيه الحيحه، وهاد الشهر انت لا شتي امك شهر، وعلى هاد الانسانه هادي واش ما عندهاش حق انه صافي واحد الوقت دوك انا انت مجوج وكتقول عليك انت مش صافي، صافي ولدي تجوج شي درتي مرتك صافي، انا خليني نرتاح تجي تزورني ولكن خليني نرتاح، انا باغا واحد الوقيته، انا بغيت نسافر بغيت نمشي عند العائله، ماشي لا امي بغيتك دابا، لا امي كاين مشكل بغيتو تحل دابا، راه ماشي بعض المرات احيانا ما كنحلوش المشكل في ديك الساعه، لا ما يمكنش، بعض الاحيان بنادم الا ما مستعدش لواحد الحاجه ما يجيش واحد اخر يضغط عليه، راه الضغط يولد الانفجار، هادشي اللي كاين. والنقطه ديال خوتي انا خوتي تيديروا ليا، خوتي تيفعلوا ليا، خويا خوتك كلشي كان سند في جنبك، وكل وانا وحده منهم، وخوتك كلنا كنا سند في جنبك، وكلنا كنا واقفين معاك، وكلنا كنا باغيين بزاف ديال الحوايج، وكلنا حنا ما غنقولوش هادشي في سبيل الله، ولكن اضطريتينا خويا وخد عطيتينا واحد الاحراج اننا نخرج ونشرحوا هذا الشيء، كنا في صفك اللي كتقول لي احنا خوتي داروا لي وخوتي ماشي معقول، احنا كنا في صفك، وهذا الشيء تنقول قبل ما نقولوا الناس، وسمحوا لنا الناس شويه تقلنا عليكم وطولنا عليكم في سواء في لي زانترفيو ولا التسجيلات الصوتيه، لما سمحوا لينا هذا الشيء قبل ما نقولوا الناس ها هما كيتصنتوا لينا، راه كنقولوا امام الله سبحانه وتعالى اللي هو قبل مني وقبل منك وقبل من اي واحد، والله شاهد على ما اقول، انا اتحمل مسؤوليتي امام الله قبل ما اتحمل مسؤوليتي امام العبد. الله يخليك اخويا، راه اخر 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 حاجه من الامور اللي كنعتبروا حنا الاخرى، نهار اللي لحقت الفيديو قالت له عتقوني من دار الزوج مرتك ونسابك، نمشي خوتك باش يمشيو، مشات الاخت والاخ باش يمشيو عندك باش يعتقوك، انه راه غير براني لاصق خبر غير بغى يعتق، احسن ليك لا خوك واختك يسمع داك الفيديو راه غيتهز، حنا كلنا تهزينا ملي سمعنا داك الفيديو، والله اللي يعلم بينا من الداخل، ومشاو باش يشوفوك منعوهم وجابوا البوليس،
هنا نطرحوا 1000 سؤال، علاش هاد السيد، علاش هاد الناس منعتوهم يشوفوا خوهم ومنعتوهم ان اجيبي البوليس؟ الامر ما كيطلبش، الامر ما كيطلبش لا امن يحضر، هذوك الناس ديال الامن غير زعزعتوهم هكاك، الامر ما كيطلب هاد الشيء، ما كيطلبش الامن يحضر هاد الشيء، بالعكس ني جاو خوتو بكل اريحيه، ايه ما كاين حتى مشكل، خوتو جاو شوفوه مرحبا انا تيجي نعرف وشوفوه ودوز الامور بسلام، ومريضنا ما عنده باس، وديك الساعه الامور كانت غتمشي على احسن ما يرام، ماشي وقع العكس. ملي يولي واحد غادي باش يشوف خوه ويعتق ويوقف ويجري ويجاري ويلقى البوليس حاضر من اجل النقطه، رانا ماشي معقول. ملي يبغي واحد الانسان يقدم مساعده، لا نمشيو معاك اخويا، نمشيو معاك، لا لا صافي غير خليوني، لا صافي غير، وكا غنديرو، ما كاين ما يدار اخويا، هادشي اللي كاين ما كاين ما يدار. وكنطلب الله سبحانه وتعالى الله يرزقك الهدايه، ماشي غير انت، الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع. وكنتمنى ان الانسان قبل ما اي خطوه بغى يديرها يفكر بعقله ويفكر بقلبه ويفكر يدير 1000 حساب، وانسان يحضر قدام الله سبحانه وتعالى قبل ما يحضر اي حاجه اخرى، ان الانسان اللي كيحط الامور خاصها تتحط في ميزانها، والحاجه اللي كتحط في الميزان ديالها، في الميزان ديالها على احسن ما يرام، كتعطي نتائج طيبه وغله طيبه. ونطلب الله سبحانه وتعالى الله يرزق الصبر والله يرزق الهدايه للجميع، وسمحوا لينا خوتنا واحبابنا المغاربه، سواء اللي في المغرب ولا اللي داخل المغرب ولا خارج المغرب ولا كاع اللي كيتصنت لينا من قريب ومن بعيد. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.